بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأليف الإمام العلامة المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا حفظه الله بإسنادكم المتصل الإمام النووي ومنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف: روينا في الباب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح. السنة أن تكون السورة في الصبح. هي دي يعني؟ قراءة الفاتحة. تكون السورة في الصبح والظهر من الأقوال المفصلة قبل قراءة الفاتحة. هذه السنة خلنا. قلت سنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من الأقوال المفصلة. هذا يكون فصل. عندي فصل. وبعد الأذان بعد التعوذ يقول ثم بعد الفاتحة يقرأ بعد التعوذ 104 طبعا جديد 104 يقول لك 104 طبعا يعني. يبقى حط علامة. أصبر. والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، فإن كان إماما خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يوثرون التطويل. لا، مفصل من القرآن، مفصل في القرآن اللي هو يعني إيه كثير التواصل، اللي هو لما تبقى الآيات قصيرة في المقاطع يسموه مفصل. وإحنا قلنا المفصل يبدأ من الحجرات إلى آخر المسلم، وقيل من قاف إلى آخر المسلم، ده المفصل. طوال المفصل من الحجرات لحد تقريبا سورة إيه؟ لحد أظن سورة المرسلات أو عامة، وبعدين متوسط المفصل لحد الضحى، وبعد الضحى تبقى قصار المفصل. وتمني شرح التمني لحد سورة الطارق. لحد الطارق ده طوال المفصل. أيوة. ومن الطارق إلى الزلزلة أوصار. من الطارق للزلزلة أواسط المفصل، ومن العاديات للآخر قصار المفصل. قال: والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام من تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، ويقرأهما بكمالهما. وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما فخلاف السنة، لأن في ناس يقرأ جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان في يوم الجمعة، لكن الأفضل أنك أنت تقرأ السورة كاملة وتقرأها كل جمعة. الشافعية كده كل جمعة. والله أنا بصليها طول عمري وما فيش إثقال وما حدش بيشتكي. طول عمري أنا أصليها كده، وكنت حتى بصلي في بيت باي كل اللي ورايا ناس على المعاشات، كان مسجد المعاشات. بالأول كانوا بيحسوا بثقل، وبعدين لما قلت لهم بالسنة يا جماعة استعينوا بالله قووا نفسهم فاتعودوا، وبعدين لما صبروا عليا واخد بالك ازاي، رحت مرة سلم عليهم لقيتهم كلهم ماتوا. والله يعني حاجة غريبة. أنا ساكن هنا بقالي 10 سنين، في العشر سنين اللي فاتت دي كل اللي عرفهم من أهل المعاشات اللي في كيفاي ماتوا رحمهم الله جميعا، كانوا ناس طيبين. رحت لقيت الجامع كله ما حدش يعرفني الا واحد بس لسه عرفني بقى لانه لسه ما ماتش. يلا طب سيدي اللي مش هيقدر يكملهم وهنطلع على خلاف السنه، ازاي تكون على خلاف السنه وانا عايز اعمل السنه على القدر؟ ما تعملش السنه على القدر اصلا، ما فيش حاجه اسمها السنه نص السنه. يا سيدي اقرا بطريقه مش بطريقه يعني كان في شيخ اسمه سعيد ربنا يكرمه، كان بيصلي للناس الفجر هناك في المانيا. هو راجل مقدم ومجود وجميل، كان يقرا ربع السوره الجزء اللي في السجده وايتين ثلاثه قبلها وايتين ثلاثه بعدها وخلاص ويخلص. كان بيقرا بطريقه المقرئين. انا كنت اقرا السوره بحالها بالسجده في نفس المده الزمنيه اللي الشيخ سعيد بيقرا فيه الجزء، لانه بقى يقعد يعيد ويزيد ويعمل ويدندن ويصوت بقى جميل بقى، لكن انا لا صوت ولا صوره، فانا بمشي على طول. فهمت بقى ازاي؟ فبخلص بسرعه برضه.
يعني ما بتاخد نفس الوقت. يعني في ناس بتقرا بطريقه بحيث انك انت تقرا كميه بسيطه في نفس الوقت اللي انت ممكن تقرا الكميه الكبيره. فانت تقرا يعني ايه معقول كده وما تعدش وتزيد كتير، واخد بالك ازاي، وتكون حفظك متين، واخد بالك، هتلاقي الناس تتعود. يعني انت المفروض ترفع همه الناس مش الناس يقللوا همتك. انا رايي والله جرب كده مرة، هات على ركعة إن شاء الله مش هيغتلوك، ولا أنا عملتها ولا حد يغتلني، لسه عايش هم. هم اللي ماتوا، أنا لسه عايش. فما تخافش يعني، اعملها ولا تخف، خذها مني ولا تخف. ليه؟ لأنها سنة مباركة. لما تعمل سنة النبي وأنت عندك نية إنك أنت بتعمل السنة وتعرف الناس، تجيب لهم كتاب الأذكار بعد الصلاة وتقول لهم شوفوا الإمام النووي بيقول إيه يا جماعة، اسمعوا كده شوف اهو، والامام النووي ليه قبول عند الناس ويقول كذا وكذا، واحنا عايزين نحيي هذه السنه، ومن احيا سنه اخذ ثواب شهيد، تبص ترفع همته. فهمت ازاي؟ تقوم الناس ايه تجي لك على وتصلي معاك. ممكن طبعا تحصل بعض المناورات والمناوشات، حصلت معاك ما يدورش، لكن انت تثبت هتلاقي المناوشات دي كلها بتموت وفي الاخر تبقى السنه. فهمت ازاي؟ يجي لك واحد يقول لك حرام عليك، من أما فليخفف، انتوا مفيش في قلبكم رحمة. ممكن تسمع حاجات زي دي، واخد بالك ازاي؟ كأنك ما سمعتش وخلاص، لأن هو الجمعة اللي بعدها مش هيجي يصلي عنده، هيدور على جامع تاني جنبه. فهمت ازاي؟ فأنت تيجي تروح بالتقليل في الجمعة اللي بعدها، الراجل اللي اعترض ما جاش وأنت قللت السنة، طب ما تخليك أنت على السنة، ما هو ما جاش. فهمت بقى المسألة؟ بس أنا ورتهم كتير يعني، وكنت ساعات اقاطعهم اروح اصلي في جامع تاني، يجوا يصلحوني في البيت، تعالى ارجوك ما تزعلش مننا، اقول لهم وانتوا يعني معايا لا احبك ولا اقدر على بعدك، واخد بالك ازاي؟ كانوا ناس طيبين يعني، كانوا يحبوني بس بيخافوا من الاطاله شويه، رحمهم الله. وانا كنت بعذرهم، لكن انا برضو ما بعرفش يعني الا اصلي بطريقه معينه، والا احس اني ما صليتش. ربنا كريم، لكن على اي حال لما تمشي على سنه النبي ما تقلقش، امشي كده ولا يهمك، وارفع همة الناس. فهمت ازاي؟ انت ترفع همة الناس، ما تخليش الناس هي اللي تقلل همتها. احنا قلنا النفس كسولة، تيجي في الطاعة تبقى تعبانة قوي، لكن يقف على طابور العيش وطابور الأنبوبة طول اليوم عشان يجيب أنبوبة البوتاجاز، ما يهموش. لكن تيجي بقى في النفس كسولة، لأن الأنبوبة هيجيب بقى ياكل ويطبخ وبتاع، إنما أنت هتصلي، ما الصلاة دي طعام الروح. فهمت ازاي؟ فأنا قصدي إن الأئمة يرفعوا همة الناس، ما يمشوش مع الهمة الضعيفة للناس، لأن ده حصل خطأ لأئمة. معظم الأئمة في العصر الحديث بقوا يمشوا على هوى الناس، فأصبح الناس إيه تعمل إيه؟ ما بقتش تسمع قرآن خلاص، وهي آيات معدودة حافظينها بيقولوها، ومن كتر ما بيسمعها أصبحت إيه؟ ما بتلفتش انتباهه في معانيها كمان، من كتر ما اعتاد سماعها. فهمت بقى؟ فاحنا عايزين نخرج، اهل القران مسؤولين ان يسمعوا ناس القران ده، فدي مسؤوليتهم. الشفاعه عندهم يستحب كل جمعه تواظب عليه. فهمت ازاي؟ فبعض المذاهب قال لك ايه، يجي له كده كل خمس ست جمع يخلف مره عشان يبين للناس يعني انها مش، لا مش حتما، ليس حتما. فهمت ازاي؟ لكن الشفاعه يقول لك لا، ما هو اللي بيبين انها ليست حتما النبي مش انا، انا تابع للنبي، هو أنا النبي. النبي هو اللي يتركها مرة لعلة البيان، إنما أنا لا أترك سنته، ده رأي الشافعية يعني. عشان كده الشافعية تلاقيهم إيه كل جمعة لازم يقروها، ما يبطلوش أبدا طول السنة، ما يفوتوهاش أبدا. تيجي تقول له أنت كده يا شافعي ممكن تعلم الناس إنها ضرورية، تقول لهم لا، اللي بيقول للناس ضرورية وعدمها ده الرسول، أنا مش رسول، أنا أتبع النبي. زي الرسول بيان إنها ليست ضرورية خلاص، استقر الشرع على هذا، فأنا مش هغير الشرع يعني. يلا يا سيدي. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وإن شاء قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما سنة. والسنة أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية سورة المنافقين، وإن شاء في الأولى سبح، وفي الثانية هل أتاك، فكلاهما سنة.
وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع، فإن أراد التخفيف درج قراءته من غير هدرمة. أو إن أراد التخفيف بالناس يستمر على القراءة، بس إيه يقرأ إيه بالحذر، سريع شوي، فهمت إزاي؟ بغير إيه؟ بغير هزرمة، يعني ما يقولش كلام الناس مش فاهمة بيقولوا إيه ده؟ ما ينفعش بقى اسمها هزرمة. يلا. والمصريين يقولوا عليها هلضمة. فهمت إزاي؟ الهزرمة بمعنى الهلضمة وزنا ومعنى. يعني كلام غير إيه؟ غير مفهوم يعني. يلا. يعني مشوش كده؟ آه. تعرف انا الحمد لله حافظ القران كله. انا مره كنت بصلي خلف امام وقعد يقرا لي 10 ايات، بقيت مش عارف في اي سوره، مش عارف افصل دي في اي سوره، مش عارف اجيب جمله، صوت بس شغال الله اكبر. كان بيقرا سوره ايه مش عارف، والله بكلمك. فدي ما تنفعش الطريقه دي، ما ينفعش يا جماعه. يعني القران برضو ليه كده راحته، لازم تاخد بالك من الحاجات. والسنة يقرأ في ركعتي سنة الفجر في الأولى بعد الفاتحة قول وآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. دي سنة الفجر القبلية، سنة الصبح. الآية. وفي الثانية قل يا قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وإن شاء في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فكلاهما صح في صحيح مسلم. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ويقرأ في ركعتي سنة المغرب وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد مع المعوذتين. وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة، استغنينا بشهرتها عن ذكرها والله أعلم. فصل. لو ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة قرأ في الثانية سورة الجمعة مع سورة المنافقين، وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه. إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين. ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى سورة المنافقين قرأ في الثانية الجمعة ولا يعيد المنافقين. وقد استقصيت دلائل هذا في شرح المهذب. فصل. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها مما لا يطول في الثانية. وغيرها ما لا يطول في الثانية. فذكر أكثر أصحابنا. فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا وقالوا لا يطول الأولى على الثانية. وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثانية والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب الصورة فيهما. فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها. يعني الخلاصة أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، والثالثة أطول من الرابعة، فتكون الرابعة أقصر صلاة. في بعض الناس يعني غير الفقهاء لما يجي يصلي تبص له السجدة الأخيرة في الصلاة يطول قوي، قال يعني بقى خلاص يعني سجدة الوداع. بس ده مخالف للسنة. يعني الأفضل أن يجعل السجدات دي تبقى متناسقة.
استجدتين في الركعة الأولى، أطول شوية من استجدتين في الركعة الثانية، أطول شوية من الثالثة، وأقصر السجدات تكون في الركعة الأخيرة. واخد بالك ده حتى لا يطول على الناس مدة الصلاة يعني. فهمت ازاي؟ دي السنة يعني. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يطيل في الأولى، في الثانية، ثم يركض في الإيه؟ في الأخيرتين، يركض يعني يسرع. صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. فصل. أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإصرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثانية والرابعة من العشاء، والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها. وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع. يبقى الجهر خاص بالمنفرد والإمام، أما المأموم فلا يجهر. واضح. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، والإصرار في صلاة كسوف الشمس. إحنا النهاردة صلينا صلاة كسوف الشمس وجهرنا، لأن عندنا وجه بالجهر ضعيف، الراجح عدم الجهر، وهو يوافق مذهب الحنابلة. واخد بالك ازاي؟ ولا احنا في عندهم جهر؟ الامام قال الاصرار والصاحبين قالوا جهر، يبقى كويس، يبقى يوافق بعض المذاهب. علشان كده احنا جهرنا النهارده لموافقه بعض المذاهب ولعدم ملل المصلين، عشان كمان المصلي يعرف احنا بنقرا ايه. هو لا يجهر في الدعاء؟ ما هو ما فيش دعاء فيهم. لا، الدعاء ده في الخطبتين، لكن في الكسوف بيقرا قيام ويقرا الفاتحه وسوره، وبعدين يركع ويرفع ويقرأ فتحة وسورة، وبعدين يركع وبعدين يرفع ويسكت سجدتين ويقوم يعمل تاني في الركعة التانية زي ما احنا. احنا قالوا ما لهمش خطبة، والمالكية قالوا خطبة واحدة، والشافعية قالوا خطبتين. واخد بالك؟ وتكون بينهما جلوس يعني عند الشافعية. فالأمر واسع، والأحناف ما قالوش بتعدد الركوع، يعني ركوع واحد وقيام واحد كمان برضه. فالامر واسع. عندي صوره يا سيدي، دلوقتي احنا داخلين على صلاه الجمعه، حصل النهارده بس عايز اجمعهم كلهم بدل ما اصلي سنه الجمعه، ياذن لصلاه الظهر واصلي بيه اثنين جماعه صلاه كسوف، وبنيه برضو ايه سنه الجمعه، واطلع اخطب الجمعه بنيه الجمعه وبنيه الكسوف. ايوه، بس الخطبه بالنسبه للكسوف، اولا انت حنفي ما عندكش خطبه. انت ليه عايز تتشفى؟ اللي معايا يا سيدي، اللي معايا شفعي. انت حنفي. طيب، اولا خطبة الكسوف دي بتبقى بعد الصلاة. فعلا. الكسوف والخسوف، وخطبة الجمعة قبل الصلاة. فمش هينفع بقى تجمع. ما هجمع. احنا بقى عملنا ايه في مسجد الأشراف؟ انا فاهم. جينا قبل الجمعة بثلث ساعة صلينا الكسوف. كويس؟ وبعدين ايه؟ أذننا للجمعة، ونوينا في خطبة الجمعة أن تكون خطبة كسوف وخطبة جمعة. أنا عايز أعمل. شوف عملنا كده احنا في مسجد الأشراف النهاردة. أنا عايز أعمل دي بين الأذانين، مش قبلها بثلث. ايه؟ بس هل كان الكسوف مستمر؟ لان صلاة الكسوف لابد ان تكون وقت الكسوف فلا تقضى. فلو انكشفت الشمس ما ينفعش، هتبقى مطلق تطوع مش صلاة كسوف، مطلق تطوع. وقالوا لنا ان الكسوف هينتهي الساعة 12:05 النهار، ولا 12:30. 12:30. كويس، يبقى ممكن يستغرق جزء من خطبة الجمعة، هياخد جزء من خطبة الجمعة. فلو كنت صليت قبل الخطبة ركعتين، يبقى خطبة الجمعة دي ممكن تنوي معاها خطبة الكسوف، زي ما فعلنا النهاردة احنا هنا في مسجد الأشراف. والكسوف فعلا حصل هنا، انا مشوف ما شفتش حاجة. ما قالوا ان كسوف جزئي، في بعض المواضع كسوف جزئي، وبالتالي الكسوف الجزئي اللي بيدركه المنظار بتاع المراصد. انما الكسوف الكلي هيحصل في بعض المواضع، هيشوف الكسوف كله. فاحنا مشينا على حسب ايه؟ الارصاد. الارصاد قالوا لنا ان في كسوف قدام الحرم، مع ان الشمس كانت طالعه يعني. انا جاي برضه ماشي، بس ما قدرتش ابص، يقول لك ايه؟ يعني ما تبصش للشمس وقت الكسوف عشان بتبقى مضره يعني. يلا يا شيخ. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، والإصرار في صلاة كسوف الشمس، ويجهر في صلاة الاستسقاء. يعني صلاة الاستسقاء سواء كانت ليلية أو نهارية كصلاة العيد. ويسر في الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار،
ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. نعم. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل لا يجهر وقيل يجهر، والثالث هو الأصح، وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. ولو فاتته صلاة بالليل قضاها في النهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان، أظهرهما يعتبر وقت القضاء، وقيل يسر مطلقا. يعني أنت بتقضي صلاة العصر في وقت العشاء، هل تجهر ولا لا تجهر؟ لو اعتبرنا وقت الفوات فكان المفروض تسر، مش كده؟ السنة تسر. ولو اعتبرنا وقت القضاء وهو ليل فيبقى تجهر في الاثنين، والراجح انك تجهر الاعتبار بوقت القضاء لا بوقت الفوات. فهمت؟ الراجح. وقيل وجه ثالث يسر مطلقا. واضح؟ يعني لو صليت الظهر وقت العشاء فجهر، ولو صليت العشاء قضاء ايه في الظهر، يعني جيت في الظهر افتكرت انك انت امبارح ما صليتش العشاء، فهمت ازاي؟ يبقى تقضي العشاء تسر، لان دي نهاريه بقت هي بتقضيها في وقت النهار فتسر. فهمت المساله؟ يلا يا سيدي. قال: واعلم ان الجهر في مواضعه والاصرار في مواضعه سنه ليس بواجب، فلو جهر في موضع الاصرار او اسر موضع الجهر فصلاته صحيحه. يعني لو ترك الجهر صلى العشاء كلها سريه، دخلت وراء امام لقيته في العشاء وما جهرش، سيب الصلاه صحيحه. فهم؟ ولو دخلت وراء امام في صلاه الظهر لقيته جهر، سيبه والصلاه صحيحه. فهم؟ بس تفهمه بعد كده، تقول له مفيش جهر في صلاه الظهر. انا دخلت دلوقتي دكتور، وانتم مثلا بتصلوا صلاه الاستسقاء، ما انا مش عارف انتوا بتصلوا ايه. تنوي يعني نيه الامام. على نيه. لما تدخل تلاقي ناس بتصلي وانت مش عارف بيصلوا ايه، تقول نويت ما يصلي الامام، الله اكبر، وتصلي ورا الامام زي ما بيصلي. زي ما سيدنا علي لما كان في اليمن وعايز يحج حجة الوداع ومش عارف النبي هيحج قارن ولا مفرد ولا متمتع، قال ايه؟ لبيك اللهم على تلبية رسول الله. اللهم صل عليه. ازاي؟ لانه كان جاي في اليمن وقابل النبي في مكة. فاهم؟ فيجوز يجوز انك انت. يلا. ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه ولا يسجد للسهو. وقد قدمنا أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح صلاة قراءته ولا ذكره. نعم. فصل. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أربع سكتات، إحداهن عقب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح، والثانية بعد فراغه من الفاتحة، سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة، والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي الى وتكبيره الهوي الى الركوع. يبقى الشافعي عندهم في الصلاه الجهريه يستحب ايه؟ اربع سكتات، سكته في الركعه الاولى بعد تكبيره الاحرام عشان يقول دعاء الاستفتاح، وبعدين سكته بعد قراءه الفاتحه عند والضالين وللضالين لحظه عشان يفصل بينها وبين امين، وبعدين سكته بعد امين بقدر ما يقرا الماموم الفاتحه، وبعدين سكتة لطيفة بعد نهاية قراءة السورة قبل أن يركع. يبقى دي أربع سكتات. فهم؟ يلا دي. فصل. فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره، وهذا التأمين مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أم خارجا منها. وفيه أربع لغات أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف. يعني المد والتخفيف يعني يقول آمين مش أمين. فهمت ازاي؟
مد بدل الأول، المد الأولاني ده مد بدل قال به ورش، ممكن تمده ست حركات. فهمت ازاي؟ بتقول ادي ست حركات اهو، مين، وده مد عربي للسكون اللي بعديه. فهمت؟ وممكن تخلي مد البدل حركتين، تقول امين، ممكن تخليه اربع حركات امين، وممكن بغير مد بدل تقول امين، كل ده ممكن. لكن الجماعة الوهابية ما يقولش إلا وجه واحد أمين، هو بيخبط. بتلاحظها أنت كتير من خلص بقى ضالين أمين، خايف أحسن يبقى. لا ده حتى بيقولوها كده، يعني تركوا المادة الحاجة ده، الكلام ده كان من 10 سنين بس كل شوية يطلعوا موضة. والله مولانا يقولوا بدعة، واخد بالك ازاي؟ اه ما هو بيبدأ الوجه التاني ما تقولش امين. لا احنا ما يعرفش قراءة ورش، عارف لو عرف قراءة ورش وهي متواترة عن النبي؟ ورش مصري ما كانش يعرف مد البدل. بس هو خدها من نافع وكان في المدينة. ايوه ورش جابها من مين يعني؟ ما حدش جابها من عند نفسه. قال لك وما بعد همز ثابت او مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. ايوه شوف وسطه القوانين ثلاثة. اه جايب لك الأدلة اللي هو بالشعر كمان، عايز ايه؟ هتروح بين منهم. القراء يا عم يعني، لكن عموما انا بلاحظ من بقالهم سنتين كده بطلوا حتى يمثلوا الحركتين. لما بروح اعمل عمره بلاقيهم يقول لك امين، كانوا قبل كده بنروح نعمل عمره يقول لك امين، مستريح شويه كده امين، لا بعد كده امين، يقول له يا امه جابل. وفي اربع لغات افصحهن واشهرهن، لكن على اي حال اللي بيقولها كده صحيحه برضه، لكن الخطا ان يظن ان غيرها خطا. فهمت؟ ده الخطا. لكن اللي بيقولها امين كده بغيرها صحيح برضه. فهمت ازاي؟ صحيح برضه، لكن الخطا انه يخطئ من مد، هو ده الخطا. يلا والثانيه بالقصر والتخفيف، والثالثه بالاماله، والرابعة بالمد والتشديد. بالإمالة يعني يقول إيه؟ آمين. يلا. فالأوليان مشهورتان، والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أول البسيط، والمختار الصحيح، والمختار الأول. اللي هو بالمد وإيه؟ والتخفيف. ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا. خد بالك إن إيه؟ إن الملكية الأحناف عندهم لا يجهر بالتأمين، يقولها لكن لا يجهر. الإمام بس، الإمام والمأموم. لا لا، الإمام والمأموم. أنا مرة رحت كراتشي فهي شافوني عربي كده فخلونا أصلي بهم العشاء، وانا ما اعرفش انهم احناف. انا بقى بصلي العشاء عادي زي كاني في مصر بقى، قلت ولا الضالين امين، لقيت نفسي انا الوحيد اللي بقول. فجيت في الركعه الثانيه بقى لقيتها بقى، قررت ان هم احناف ما رضيتش اعمل فيهم الشفعيه. واخد بالك؟ يعني هم يقولوا بسرهم. واخد بالك؟ الباكستاني. ها؟ الباكستانيين اصلهم والهنود احناف معظمهم، كتير منهم احناف. أو بالذات الباكستانيين كمان أحناف خالص، ده الهنود فيهم بعض الشافعية، في جنوب الهند تلاقي شافعية، في جنوب الهند، لكن معظم شمال الهند تلاقيهم أحناف وما تلاقيش فيهم ملكي. واخد بالك؟ أحناف أحناف. لكن المصريين عندهم كل المزايا. الحمد لله بركة الأزهر، لأن الأزهر بيدرس كل المزايا، فتلاقي كله ماشي. يلا يا ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم. فصل. دي برضو نقطة مهمة، متى يستحب موافقة الإمام في التأمين فقط، أما غير التأمين تتابعه تبقى بعده. إلا الموافقة لا تستحب إلا في التأمين فقط. يلا يا سيدي. قال يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار
أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. على فكرة السنة دي بتخلي الإنسان يعني إيه يتابع القراءة، هتخليه يتابع القراءة ما يسرحش، لأنه قاعد مستني آية رحمة يقول يا رب ارحمه، آية عذاب يا رب نجينا، آية دعاء ويسأل الله من فضله يا رب نسألك من فضله، يعني قاعد يتابع القراءة يتفاعل معك، واخد بالك؟ فالطريقة دي برضو تحاول تخليك حاضر مع القراءة. لكن عند الأحناف قال لك هذا في النافلة دون الفريضة، هذه السنة تكون في النافلة دون الفريضة، ده رأي الأحناف. الشافعي قالوا لا، النافلة والفريضة سواء، لأن ما تصح به النافلة تصح به الفريضة. يلا. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمته أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. وروينا قال روينا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح إلى عند من عندي الأول أنت عندك بعد فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية عذاب إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. قال أصحابنا ويستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى أشهد. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنت بالله. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. نعم. ولو قال فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول ولا بشيء من آلائك ربنا المكذب فلك الحمد اللي بسورة الرحمن. والله تعالى أعلى وأعلم. دلوقتي فضلنا 7 دقائق نصلي سنة الجمعة البعدية ركعتين أو 4 وبعدين نأذن للعصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونستغفر الله العظيم.